بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده في بقيه الدرس بتاع الباك بروباجيشن على السكند سمولست بيرسبترون. في الفيرست اكزامبل اللي عملناه المحاضره اللي فاتت كان عندنا الجريدينت ديسنت الجوريزم. على فكره هو بس عشان تبقى عارف مش هيتغير، هو نفس الجريدينت ديسنت الجوريزم، الجزء اللي على الشمال، الجزء اللي على الشمال مش هيتغير خالص، سواء السمولست بيرسبترون او السكند سمولست او اللارجست بيرسبترون او اللارجر بيرسبترون، كل اللي موجود على الشمال ده مش هيتغير. ان انت هتاخد سامبل سامبل، عندك سامبل اسمها اكس اي والليبل بتاعها واي اي، هتابلاي الويتس اللي موجوده سو فار عندك في البيرسبترون او في الموديل بتاعك، وتعمل حاجه اسمها واي هات اللي هو الاستيميت بتاع الواي اي. بعد كده هتكمبيوت اللوس اللي هو الديفرنس بتوين واي اي واي اي هات. هنا كنا بنستعمل سكوير ديفرنس لوس عشان كنا بنحل مساله الاستيميشن بتاع اللاين، لكن لو كانت المساله بتاعت كلاسيفيكيشن اللوس ممكن يتغير. بعد ما بتعمل اللوس وتحسبه عايز ابديت الويتس بتاعتي اللي هي الدبليوز، فاحنا كان عندنا ويت واحد بس، فكنت بفاضل اللوس فانكشن دي وذ ريسبكت للدبليو اللي هو البارامتر الوحيد اللي موجود عندي، فبطلع بالايكويشن بتاعت ماينس الايرور في اكس اي، الايرور اللي هو اكس واي اي ماينس واي اي هات، وسمينا الكلام ده دلتا دبليو، وعملنا حاجه اسمها الابديت جريدينت ابديت، ان دبليو جديده هتساوي دبليو قديمه ماينس دلتا دبليو اللي هو جريدينت of L with respect to W. فده كان ايه ال gradient descent algorithm مع ال world smallest perceptron والtraining ال smallest perceptron اتحول لل equation السهلة قوي دي، عشان كان عنده weight واحد بس يحصل فيه update. لما يكون عندك اتنين weights يحصل فيهم update، W1 و W2، المسألة بتاعتك ناحية الشمال هو زي ما هو بالظبط، كل الموجود ناحية الشمال ده same، مفهوش أي حاجة اتغيرت. بمعاك سامبل اسمها اكس اي واي اي، هتعمل فورورد باس تبريدكت الواي اي، تجيب حاجه اسمها واي اي هات او واي هات، تحسب الديفرنس بين واي واي هات واي اي واي هات، ممكن يكون سكويرد لوس او يكون حاجه ثانيه لو كنت بتشتغل سيت كلاسيفيكيشن. فاضل لك موضوع الابديت ال ال بتاعتك، ال ال بتاعتك محتاج انك تعمل لها ابديت، تابديت الويتس قصدي. فعندك الداله بتاعت اللوس اللي اسمها ال هتفضلها with respect to البارامترز بتاعتها. طب مين البارامترز بتاعتنا المره دي؟ لا انا عندي بقى حاجه اسمها W1 و W2 بدل ما كان عندي W واحده بس. ففي الباك بروباجيشن هيعمل ايه؟ هيحسب الابديت with respect to every W، هيفاضل ال L يحسب DL by DW1 ويحسب DL by DW2، يبقى عنده 2 دلتاز. بعد كده يجريد يعمل جريدنت ابديت، يابديت دبليو 1 ويابديت دبليو 2. فادي شكل الدريفيتيف كومبيوتيشن، ادي اللوس فانكشن بتاعتنا اللي هي هاف في واي ماينس واي هات اول سكويرد. لما تيجي تفاضل الفانكشن دي وذ ريسبكت تو دبليو 1 هنشوف هنفاضلها ازاي، ولما تيجي تفاضلها وذ ريسبكت تو دبليو 2 هنشوف هنفاضلها ازاي. فانترستنجلي احنا كان عندنا اكس 1 في دبليو 1 زائد اكس 2 في دبليو 2 هي دي الواي بتاعتك، الواي بتاعتك كانت اكس 1 في دبليو 1 واي هات قصدي، اكس 1 في دبليو 1 زائد اكس 2 في دبليو 2. فلما تيجي تفاضل الاكسبريشن دوت اجين الاثنين هتضيع الاثنين، وينزل البراكت ده باوردر بدل ما هو كان باور 2 بقى اوردر الباور بتاعه بقى 1. بعد كده محتاج يفاضل اللي جوه البراكت اللي هو واي ماينس واي هات، هيطلع الاشاره بره، يبقى هيفاضل واي هات وذ ريسبكت تو دبليو 1. طب بالنسبه لواي هات وذ ريسبكت تو دبليو 1 كانت هي دبليو 1 اكس 1 زائد دبليو 2 اكس 2، احنا لما عايزين نفاضل الكلام ده وذ ريسبكت تو دبليو 1، دبليو 2 اكس 2 ما لهاش اي كونتريبيوشن في التفاضل، لان دبليو 2 واكس 2 بالنسبه لدبليو 1 كونستنس، فيفضل دبليو 1 اكس 1 بالنسبه لدبليو 1 يطلع له اكس 1. السيم اكسبريشن ده هيطلع الناحيه الثانيه وذ ريسبكت تو دبليو 2 بس بدل اكس 1 اكس 2. ما ننساش ان واي هات كان بتساوي ها W1 في X1 زائد W2 في X2. ده البرسبتور اللي احنا كنا رسمينه هنا، هو شايفين ان Y بتساوي W1 في X1 زائد W2 في X2. Why do we have the partial derivatives دلوقتي؟ حد فينا يقدر يستنتج؟ لان الدالة بتاعتنا اللي اسمها L بقت مالها، بقت بتساوي function of two parameters of W1 و W2. فلما انا دلوقتي عايز ابديت W1 و W2 كان عندك داله فيها اتنين سلوبس، سلوب في اتجاه W1 وسلوب في اتجاه W2،
وانا عايز افاضل الداله اللي اسمها ال. خد بالك ان الداله اللي اسمها ال مش هي دي، الداله اللي اسمها ال اللي هي واي ماينس واي هات اول سكوير. فانت عايز تفاضل مره في اتجاه دبليو واحد عشان تجيب السلوب اللي في الاتجاه الاولاني، ومره في السلوب في الاتجاه الثاني، ومن الاثنين سلوبس دول هقدر اعرف الجريدينت شكله ازاي علشان امينيمايز اللوس للنكست ستيب. فكده هعمل جريدينت ابديت، عندي تو ابديتس محتاجين يتعملوا سيمولتينيسلي، دبليو 1 والابديت بتاعه هيساوي دبليو 1 ماينس ايتا في دلتا دبليو 1، دلتا دي اللي هي الجريدينت في اتجاه دبليو 1، ودبليو 2 هتساوي دبليو 2 ماينس ايتا في الجريدينت في اتجاه دبليو 2. وبعد كده هيسبستيتيوت جريدينت في دبليو 2 بالايكويشن اللي هو لسه حاسبها من شويه. يبقى الجزء اللي على الشمال في الجريدينت ديسنت الجوريزم هو اكزاكتلي ذا سيم، نفس الكلام بالظبط، بس الجزء اللي على اليمين بقى ده اللي هو ايه، ده الحته اللي اتغيرت هنا، هي دي الحته اللي اتغيرت ان تو لاينز ناو ما بقوش وان لاين. محتاج يحسب دلتا دبليو 1 اي، اي دي معناها للسامبل رقم اي، ودلتا دبليو 2 اي، ويحسب الابديت بعد ما يعمل باك. الدكتور ممكن سؤال؟ تحت امرك. هي ايه الايتا؟ الايتا احنا سميناها، ما اعرفش سميناها ولا لا، ليرنينج ريت. ليرنينج ريت انا مش عارف اذا كنت قلتها في سلايد من السلايدز اللي فاتت ولا لا، خلينا نشوف. هنا لو انا عايز اوصل للمينيمم بتاع الداله دي، فانا كنت بادئ من هنا، فلو اقدر اوصل مباشره لنقطه المينيمم كنت وصلت، لكن هو اللي بيحصل ايه، ان هو بيابديت بدلتا دبليو بس. طيب فهو كانه ماشي على كذا ستيب كده، شايفه شايفه الكيرف اللي تحت ده، انه ماشي على كذا ستيب. الفكره لو انا الستيب بتاعتي دي مشيت في الاتجاه الجريدينت ده بعنف هوصل هنا، فلو انا مشيت بالراحه همشي خطوه صغيره قوي. فالتريد اوف دايما بيكون موجود، هل ادوس جامد قوي كده ولا ادوس حبه بالراحه صغيرين وانا ماشي في ما هو ده بيجيب لك الاتجاه، بس ما بيجيبلكيش الابديت يحصل بقد ايه. انت بيقول لك انا همشي في الاتجاه ده، فالايتا دي بتقول هاو ماتش شود اي جو فور ذيس دايركشن، تمام؟ امشي بحبه صغيره ولا حبه كتير. لو مشيت بحبه صغيره وده ايتريتيف سوليوشن، هاخد ايتريشنز كتيره، هاخد كذا لفه، هقعد كل شويه امشي خطوه صغيره خطوه صغيره خطوه صغيره. ولو خدت الايتا دي لارج هيحصل حاجه اسمها اوفر شوتنج للجول، ان انا الجول هيضيع مني اصلا وهحتاج اكمل بقى ايتريشنز، وممكن في بعض الاحيان بيحصل دايفرجنس. فالجريدينت ديسنت علشان ان هو يعمل كونفرجنس في بارامتر مهم بالنسبه لنا اللي هو موضوع بيسموه الايتا او بنسميه الليرنينج ريت، ماشي؟ وده بارامتر ات هاز تو بي ترايد. يعني انت ما بتنفعش ان انت تقول المساله الفلانيه الليرنينج ريت بتاعها بيساوي مثلا 10 اس سالب 1 فالمساله الثانيه هعملها ب 10 اس سالب 1، لا، ممكن المساله الثانيه ما تطلعش نفس الليرنينج ريت بتاع المساله الاولانيه. فدي حاجه بنعرفها ازاي، ان انا بعمل فرايند ايرور، وده هنشرحه ان شاء الله كمان شويه لما اجي في الدرس، مش عارف كمان شويه ولا كمان شويه كتير مش عارف يعني، بس في مرحله من المراحل هنشرح هاو تو ترين النيورال نتورك. واحد الحاجات اللي بنبص عليها كويس قوي موضوع الليرنينج ريت، هاو تو تيون الليرنينج ريت، يعني اظبطه ازاي. طيب احنا دلوقتي لما كان عندنا السكند سمولست بيرسبترون عملنا ايه؟ عملنا تو ايكويشنز هنا للابديتس، وتو ايكويشنز ام سوري تو ايكويشنز للجريدينت وتو ايكويشنز للابديت. طيب بس ناخد بالنا برضو من حاجه، ان النتورك بتاعتنا كانت فيري سيمبل، بيسموها فيري شالو، وما كانش عندنا بروباجيشن كتير بيحصل، لان النتورك كانت فيري شالو، ان الانبوت قريب من الاوتبوت وهي لاير واحده بس اللي بتربط الانبوت بالاوتبوت. لكن لو كان عندي مالتيبل لايرز، مالتيبل لايرز يعني ايه؟ يعني انا عندي كذا هب في النص من اول الانبوت اللي هو اكس لحد الاوتبوت اللي هو واي، فبعدي على سيرتن اتش1، اتش1 دي حاجه بتتحسب من اكس وبايس، بعد كده من الاتش1 بحسب حاجه اسمها اتش2 عن طريق دبليو2، بعد كده بحسب حاجه اسمها الاو اللي هو الاوتبوت عن طريق دبليو3 في اتش2. طيب احنا هنا عندنا اربع بارامترز، ادي بارامتر اسمه دبليو 1 وبي، ودي بنسميها الفيرست لاير، ودي بنسميها السكند لاير، ودي الثيرد لاير، وادي الفورث لاير. عندنا فور لايرز علشان هو بيعد الانبوت والاوتبوت معاه، الاكس والاو والاتش 1 والاتش 2، ادي كده فور لايرز. طيب
خلينا نشوف دلوقتي ايه موضوع المالتي لاير بيرسبترون. انت خد بالك برضو احنا بنشرح على مساله سهله، كمان شويه هنقول لا هنجنرالايز ان انا بدل ما عندي اكس ده عباره عن فاريبل واحد، ممكن يكون ده كذا فاريبل، عندي اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4، هيبقى عندي بدل دبليو 1 عندي دبليو 1 1 ودبليو 1 2 دبليو 1 3 ودبليو 1 4 انشغل. بس ناخد بس المساله السهله ونشوف بعد كده ازاي اللي بعد كده يحصل له جنراليزيشن. فاحنا هنا بنقول ان ادي الانبوت لاير، ادي اللاير رقم 1، وادي الهيدن لاير اللي هي لاير رقم 2، وادي الهيدن لاير اللي هي لاير رقم 3، وادي الاوت لاير اللي هي لاير رقم 4. عندنا كام بيرسبترون؟ عندنا ادي بيرسبترون رقم 1، وادي بيرسبترون رقم 2، وادي بيرسبترون رقم 3. البيرسبترون احنا اتفقنا ان عنده جزئين، الجزء الاولاني لينير اللي هو بيعمل ويتد سم، بياخد دبليو 1 في اكس بلس بي 1 في 1 يعمل السم، بعد كده بي ابلاي سم اكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن دي اي فانكشن تحبها، ممكن تكون اليونت ستيب زي ما كنا بنستعملها عند الكلاسيفيكيشن، ممكن تكون لينير فانكشن زي ما بنستعملها عند الريجريشن، ممكن تكون فانكشنز ثانيه في الاكتيفيشن. عندنا اكزامبلز كتير زي مثلا السيجمويد فانكشن، وعندنا حاجه اسمها 10H، دول اشهر اثنين بيستعملوا كاكتيفيشن فانكشنز. يعني ايه اكتيفيشن فانكشنز؟ ان هو بياخدش الصم ده زي ما هو، ما بياخدوش يضربه في W2، ولكن بيابلاي عليه سم نون لينير فانكشن قبل ما يضرب الناتج في W2. يعني اسيوم مثلا انت عندك W1 في X بلس B1، ده هيطلع سيرتن سكور سميناه A1. A1 ده هندخله على سم اكتيفيشن فانكشن اسمها F1. F1 في اوف A1 هترجع لك فاليو سميها اي حاجه، سميها V1. اهو V1 ده هو اللي هيتضرب في W2 عشان يحسب لك A2. يعني A2 بتساوي W2 في مين؟ في V1 وهكذا، او ساعات بيسموها Z. فالF دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن some non-linear function، قد تكون sigmoid في المساله دي، ممكن تكون سيجمود، وده اللي هيشرح بيها الايكويشن. طيب هل كل اللايرز ليهم نفس الاكتيفيشن فانكشن؟ لا، انا ممكن احط هنا سيجمود، ممكن احط هنا 10H، ممكن احط هنا ستيب فانكشن اللي هي بتحول كل ارقام لرقم يا صفر يا واحد زي الساين فانكشن، برضو على حسب المساله بتاعتك. لو انت وسائل كلاسيفيكيشن في الغالب ممكن تستعمل هيفي يونت ستيب اللي هي بتحول ارقام كلها لرقم يا صفر لو كانت الكلاس بتاعته سالبه، وواحد لو كانت الكلاس بتاعته موجبه. خلينا برضو نفتح البوكس ده شويه نبص عليه. زي ما قلت لك ان ايه واحد هي عباره عن الصم بتاع دبليو 1 في اكس زائد بي 1. بعد كده البوكس الثاني ده هو بعد ما جاله ايه واحد هيابلاي عليها الفانكشن اسمها اف 1، بعد كده يضرب الكلام ده في دبليو 2، الكلام ده هيساوي مين؟ هيساوي A2. بعد كده A2 كل ده ما تنساش، ده مين ده؟ ده A2 يدخله على F2 ويضرب الناتج في W3، يبقى انا كده جبت مين؟ A3. بعد كده يعمل اخر اكتيفيشن فانكشن على كل دوت، كل ده اللي كان اسمه A3 ما تنساش، يبقى انا كده حسبت الواي. The entire network can be written out as one long equation. One long equation بالشكل ده. أقدر أكتب إن y بتساوي f3 of w3 في f2 of w2 في f1 of w1 في x plus b1. لو إحنا عايزين نترين النتورك دي، يا ترى إحنا بنتحرك إزاي في التريننج؟ بيكون معايا حاجة اسمها samples x ليها labels اسمها y، والunknowns بتاعتي هي مين؟ هي البارامترز بتاعت النتورك دي. طب ايه البارامترز الموجوده في النتورك اللي قدامنا دلوقتي؟ حد فينا يقدر يجاوب على السؤال ده؟ مين هم البارامترز هنا؟ يعني مين النون ومين الانون؟ النون عندي الاكس والبي والواي. الاكس والواي وحاجه ايه كمان؟ البي. لا البي انون، انت مش عارف البايس. البايس انت بتتعلمه زي الدبليو اي. اوكي، يبقى النون هم الاكس والواي والانون هم. طب هو هنا شاور على اف 1 قال ان هي انون، واف 2 قال ان هي انون، واف 3 لا، هي الفانكشن نفسها نون،
بس ممكن ساعات الاكتيفيشن فانكشنز دول ساعات بيكون لهم بارامترز، ساعات بيكون لهم بارامترز، ان هو بيقول لك اكتيفيشن فانكشن سام تايمز هاز بارامترز، بس مش لازم يعني، ممكن تكون فانكشن ما لهاش بارامترز، زي مثلا قلنا ايه السيجمويد فانكشن ما لهاش بارامترز. انتوا عارفين السيجمويد حسب ازاي؟ e to power x على 1 زائد e to power x، دي السيجمويد فانكشن. فلو معايا الـ x اقدر احسب الـ sigmoid of x بالشكل ده، يعني مفيهاش parameters زيادة. فهو اللي بيقوله لك الاتي، ان الـ y بتساوي الـ f multi-layer perceptron of x وثيتا. x ده الـ input وثيتا دي الـ parameters، x دي الـ input وثيتا دي الـ parameters. طب ايه الثيتاز؟ هي الـ f والـ w والـ b اللي بيقول لك عليه. يبقى دلوقتي لو انت عايز تحسب النص، بتروح تابلاي الفورورد باس على الاكس والجيفن ثيتا اللي انت بتحاول تعمل لها تعلم، واجيب منها الواي هات واقارن الواي هات بالواي اي، لو لقيتهم قريبين من بعض الحمد لله، لقيتهم بعاد عن بعض في لوس ابدا اشوف الجريدينت ده ازاي اباك بروجيت. فنفس الكلام الجريدينت ديسنت الجوريزم بتاع الفوق المالتي لاير برسبتور، هو نفس الالجوريزم القديم، هو بالظبط زي ما انت شايف، ناحيه الشمال مفيش حاجه اتغيرت، بس ناحيه اليمين بدل ما كان بيفاضل مره بالنسبه ل W1 ومره بالنسبه ل W2، هيبقى هنا عنده مره هيفاضل بالنسبه ل W1 وال W2 وال W3 والكلام ده كله. فهو سمى كل السيت اوف البارامترز سماها ثيتا، ومعنى الاكسبريشن اللي هو كاتبه ده انه هيفاضل دي ال باي دي ثيتا، يبقى هيعمل ايه؟ هيرجع بارشل اول بارشل ديريفيتيفز، هيطلع كل البارشل ديريفيتيفز، وبعد ما يطلع كل البارشل ديريفيتيفز يابديت كل الويتس. فبدل ما كان بيابديت فاريبل فاريبل، هيابديتهم كلهم از وان هول فيكتور. دلوقتي برضو دي حاجه مهمه جدا تبقى انت في دماغك، خلينا نقول المعلومه دي. لو انت عندك داله f of x y ليها اتنين بارامترز f of x y، لما اقول لك الجريدينت بتاع f مش هيطلع حاجه واحده، هيطلع لك فيكتور. الفيكتور ده اللي هو دي اف باي دي اكس، ها، ودي اف باي دي واي، ماشي، ده الجريدينت. فانت كان عندي فانكشن سي انها كانت اكس تربيع زائد واي تربيع مثلا، اما تيجي تفاضل الداله دي وتقول لي عايز الجريدينت بتاعها، هتقول لي هيطلع لك اثنين كومبوننتس، الكومبوننت الاولانيه اللي هي بتفضل بالنسبه لـ x هيطلع 2x، والجو كومبوننت الثانيه هيطلع 2y. التو كومبوننتس على بعض دول بقوا فيكتور، ده فيكتور اوف البارشال ديريفيتيفز، ده فيكتور اوف بارشال ديريفيتيفز. عشان كده لما نشوف هنا دي ال باي دي ثيتا بيبقى قصده ايه؟ ده فيكتور اوف البارشال ديريفيتيفز with respect to mean to parameters بتوع اللي هي الثيتا. تمام. في المسألة بتاعتنا اللي كنا بنتكلم عليها كان عندنا أربعة بارامترز بس، هما الـ B والـ W1 والـ W2 والـ W3. يبقى معنى كده إن الـ vector بتاع الـ partial derivatives بيتحسب إزاي؟ إن أنا هاخد الـ loss function وفضلها بالنسبة لـ W3، والـ component التاني إن أنا فضلها with respect to W2، والـ component التالت إن أنا فضلها with respect to W1، والـ component الرابع إن أنا فضلها with respect to الـ B. طب من عايزين نفتكر كويس قوي what is the meaning of the partial derivative. ما تنساش ابدا ان partial derivative هي معناها ايه؟ معناها السلوب في اتجاه البارامتر اللي هو بيفاضل بالنسبه له. طب والسلوب ده كان بيقيس ايه؟ بيقيس معدل التغير. How much should a small change in W1 affect Y؟ ده معنى كلمه ان انا بحسب DL by DW1، ان انا بقول ايه؟ هاو داز ذيس افكت ذيس، الدبليو 1 بتافكت الواي ازاي؟ وفي الحقيقه بيافكت اللوس، احنا بنتكلم على اللوس مش الواي، يعني المفروض ان هو ما يكتبش الواي هنا، المفروض ان يقول لك هاو داز ذيس افكت ذيس، قصده مين؟ ال ال مش الواي. طيب فانت عشان تظبط الكلام ده محتاج تشوف التفاضل بالنسبه لدبليو 1 اللي هو تفاضل ال ال. علشان تفاضل حاجه بعيده بالمنظر ده عن الاوتبوت لاير، محتاج حاجه تاخد لك اللوس من هنا تنقله هنا، ومن هنا تنقله هنا، ومن هنا تنقله هنا، ومن هنا تنقله هنا، لحد ما تعرف تجيب التفاضل ويز ريسبكت تو دبليو 1.
ففي احنا عندنا في الماثيماتكس عندنا حاجة في الكالكولس اسمها التشين رول. التشين رول دي ظريفة جدا، بتقول لك ايه؟ ان لو انا عايز افاضل دالة with respect to certain variable هي مش متعرفة بيه، فانت ممكن تفاضلها ازاي؟ اشوف الدوال المتعرفة بدلالتها وافاضل ليها واضربوا التفاضلات في بعضها. فدي L by DW3، ال L نفسها لو جيت تبص عليها هنا ما فيهاش W3، هما ال L بتحسب ازاي؟ دي relation between Y hat ومين؟ و F3. Y hat اللي هي معتمدة على F3 وال Y، فمعنى كده ان دي ما فيهاش W3، بس F3 itself كانت دالة من مين؟ افترض ان هي سيجمويد مثلا، فهي سيجمويد اوف A3، يبقى دلوقتي الاف 3 اقدر افضلها ويز ريسبكت الاي 3. طب والاي 3 دي كانت هي بقى مين؟ هي دي اللي كانت دبليو 3 في اف 2. والله يا ما ممكن بقى هذه الحاله افضل اي 3 ويز ريسبكت تو دبليو 3. معنى كده ان التفاضل دي ال باي دي دبليو 3 هيساوي دي ال باي دي اف 3 اللي هو الحاجه اللي هو له علاقه بيها مباشره في التفاضل بتاع اف 3 ويز ريسبكت الاي 3 في التفاضل بتاع اي 3 ويز ريسبكت تو دبليو 3. حاصل ضرب الثلاث تفاضلات دول في بعض، هتلاقي ان في هنا الترم ده هو اللي فوق هو نفسه اللي تحت، والترم ده هو اللي فوق هو نفسه اللي تحت، ده بيديلك التفاضل ويزبك 2W 3. فابلاينج التشين رول هنقول ان دي ال باي دي دبليو 3 هتساوي دي ال باي دي اف 3 في دي اف 3 باي دي اي 3 في دي اي 3 باي دي دبليو 3. ما ننساش ان انا عارف كويس قوي ان التفاضل دي ال باي دي اف 3 هو مين؟ هو البارشال ديريفيتيف اوف ال ال 2 لوس. ال L2 loss اللي هي كانت بتقول ان ال loss between y y hat بيساوي half في ال square difference اللي هو ده التفاضل اللي احنا كنا حسبناه قبل كده وعارفينه كويس. يبقى دي L by DF3 الاكسبريشن ده هنشيله ونحط مكانه الكلام ده. في DF3 by DA3، طب DF3 by DA3 معتمد على ايه دي يا ترى؟ معتمد على الديفينيشن بتاع ال F3. طب هات لنا اي ديفينيشن ل F3. هيأسيوم ان F3 مثلا كانت سيجمويد، فاحنا عارفين F3 بتساوي E to power A3 على 1 زائد E to power A3. جبت منين الكلام ده؟ ده تعريف السيجمويد فانكشن لو كانت F3 سيجمويد. فبيقول لك لو F3 كانت سيجمويد فالدي S of X by DX هتساوي S of X في 1 minus S of X. طب مين ال S of X بتاعتنا دي اللي هي A3؟ ها 1 في 1 minus A3، ده عظيم جدا يعني. F3 قصدي في 1 ناقص F3، F3 في 1 ناقص F3. طيب معنى كده انك لو معاك F3 فتضربها في 1 ناقص F3 يبقى انا كده جبت التفاضل with respect مين؟ طيب لحد دلوقتي F3 دي مالها؟ دي اللي هي السيجمويد فانكشن اللي هي احنا قلنا من شويه ان هي بتساوي e to power a3 على 1 زائد e to power a3. انا بس دلوقتي عايز a3 قصدي، انا عايز بس ايه؟ ان انا اشيل A3 واكتب مكانها expression في W3 عشان الاكسبريشن ده كله يبقى ماله مفهوش غير W3. طب خلينا نشوف الكلام ده. يبقى المعادلة دي ان A3 بتساوي W3 في F2، فما تيجي تفضل ده with respect ال W3 هتفضل لك F2. فادي الاكسبريشن بتاعنا طلع ده التفاضل with respect المين ل W3. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو كان عندك النتورك الاصليه، فين النتورك الاصليه؟ اللي هي دي النتورك الاصليه، فانت عملت فورورد باس جيفن الاكس، معايا الاكس بتساوي مثلا 7، فانت لو معاك الاكس ب 7 وانت عارف دبليو 1 كانت بتساوي كام دلوقتي، اقدر احسب اي 1 واقدر احسب اف 1 واقدر احسب دبليو ومعايا اي دبليو 2 واحسب منها اي 2 واحسب اف 2، فانا عارف اف 2 دلوقتي بيساوي كام؟ بيساوي مثلا طلعت بتساوي 13 وربع دلوقتي حالا يعني. و W3 دي معايا بقول لك وهبقى ابديت فيها، اقدر احسب منها A3، اقدر احسب F3 اللي هو طلع بيساوي 1.9 مثلا، حاجه من المنظر ده. فده قصده ايه؟ ايوه لو انت معاك عارف ان دي كانت 13 وربع او ما اعرفش نص، ودي 13 ونص و7 قصدي اهي نفس الكلام، وهنا دي 1.9، وهنا الواي انت عارف الجراوند تروث بكام وعارف واي هات انت حاسبها اصلا بالفورورد باس، معنى كده انك تقدر تجيب النيوميريكال فاليو لدي ال باي دي دبليو 3 من الاكسبريشن ده مباشره لو انت معاك الفورورد باس
في كل النتورك بتاعتك عارف كانت القيم بتاعته بكام، تقدر تعود وتقدر تعوض وتعرف دلوقتي انا حاليا اقدر اعرف دي ال باي دي دبليو 3 بيساوي كام اكزاكتلي جيفن الاكزامبل اللي كان معايا واللوس اللي حسبته من الاكزامبل ده. طيب بس ما ننساش ان النتورك دي عايزه تابديت دبليو 2 كمان وعايزه تابديت دبليو 1 كمان وعايزه تابديت البي. طب دبليو دي ال باي دي دبليو 2 هتساوي دي ال باي دي اف 3 في دي اف 3 باي دي اي 3 في دي اي 3 باي دي اف 2 في دي اف 2 باي دي اي 2 في دي اي 2 باي دي دبليو 2. يبقى عايزين نوصل عشان معايا يوصل دبليو 2. طيب الاكسبريشن ده احنا اوريدي حسبناه من السلايد اللي هي كانت بتحسب التفاضل وزاسبكت دبليو 3. ففي هذه المرحله بنقدر نقول ان انا هستعمل ري يوزنج الكالكيوليتنج ها الكالكيوليتد فاليوز، وده بنسميه بروباجيشن. البروباجيشن معناه ايه؟ ان انا هستفاد من حاجه اللي حسبتها في مرحله سابقه وانا شغال في المرحله الحاليه. فالباك بروباجيشن بيعمل الاتي، ان دي ال باي دي دبليو 1 هتساوي اكسبريشن طويل قوي بالمنظر ده، بس هو سهل يعني كل الحاجات اللي فيه نقدر نحسبها بسهوله. ودي ال باي دي دبليو 1 اوريدي اقدر ان انا استعمل الباك بروباجيشن ان انا اعرف ان في ترمات محسوبه من قبل كده استعملها زي ما هي. وهو بيشرح لك بالظبط البروباجيشن بيحصل ازاي، ان دي ال باي دي دبليو 3 والدي ال باي دي دبليو 2 فيهم الترمات دي كومن، كل ده كومن بينهم، وان دي دبليو دي ال باي دبليو 2 ودي ال باي دي دبليو 1 فيه الترمات دي كلها كومن ما بينهم، وان دي ال باي دي دبليو 1 ودي ال باي دي بي كل ده كومن بينهم. فميزه الباك بروباجيشن ان هو هيريوز الكومبوننتس اللي كانت مفيده له في بعض الابديتس ويستعملها عشان يكمل بيها الابديت. خدنا بالنا دلوقتي ان الاكسبريشن بقى شكله كبير قوي صح، بقى لان هو بقى بيفاضل ويز ريسبكت تو ا فيكتور الثيتا اللي هي دبليو 1 ودبليو 2 ودبليو 3 وكمان البي، وبقى عنده اربعه ابديت ايكويشنز جريدينتس. عشان كده فور سمبلسيتي بيكتب دي ال باي دي ثيتا، وبيقول ان دي ان الثيتا الجديده بتساوي ثيتا دي بلس ايتا في دي ال باي دي ثيتا. فده شكل الالجوريزم بتاع الجريدينت ديسنت، ان هو بيبيك فور ايتش اكزامبل هاي بريدكت بالفورورد باس يكمبيوت اللوس يابديت باك بروجيشن ويعمل جريدينت ابديت. الاستوكاستيك جريدينت ديسنت بيقول لك احنا اصلا بنمينيمايز ايه؟ بنمينيمايز اللوس، واللوس هو عباره عن الفرق ما بين واي اي اللي هي الجراوند تروث والاستيميتد واي اللي هي واي هات اللي تتحسب عن طريق الفورورد باس في المالتي لاير بيرسبترون. والجريدينت هو ان انا بفاضل الاكسبريشن دوت لما بجمع النص على كل التريننج اكزامبلز، وهو ده الجريدينت بتاعنا. في الاستوكاستيك جريدينت ديسنت انت ما بتعملش الكلام ده على كل السامبلز، ولكن بتعملها على سامبل سيرتن سامبل اسمها اي. لو اخترت سامبل واحده تعمل عليها الابديت يبقى انت كده بتعمل استوكاستيك جريدينت ديسنت. لو عملت الابديت على السيجما بتاعت كل اللوسز يبقى انت بتعمل حاجه اسمها جريدينت ديسنت. طيب فالاستوكاستيك جريدينت ديسنت شغال على سامبل سامبل بيحسب منها اللوس ويشتغل بيها. هاو دو وي سيلكت ويتش سامبل؟ هسيلكت راندوملي. دو وي نيد تو يوز اونلي وان سامبل؟ طيب المشكله عندنا اللي في تريد اوف ما بين الجريدينت ديسنت والاستوكاستيك جريدينت ديسنت. ايه التريد اوف دوت؟ لو انا باسيوم ان الداتا سيت بتاعتي فيها مليون اكزامبل مثلا او اكتر 10 مليون 200 مليون او 100 الف حتى، مش لازم رقم كبير قوي كده، لما بتعمل الجريدينت اللي هو بالسيجما دي اللي فيها المجموعه اللي هو كان معلم عليها هنا دي، في مشكله هتظهر ليك ان انت محتاج تعمل فورورد باس لكل تريننج سامبلز الاول علشان تعرف تحسب السيجما اللوس بتاعت الكلام دوت عشان تعرف تابديت الجريدينت. فده معناه ايه؟ ان محتاج كل السامبلز تخش وكل السامبلز تحتفظ بالمعلومات بتاعتها في كل الاماكن الموجوده في اللايرز بتاعتها، لان هي اف 1 واف 2 دول انا بحتاجهم في الباك بروباجيشن. فمعنى كده ايه؟ ان ده تو ماتش ميموري وتو ماتش تايم عشان الكمبيوتر جريدينت اوفر اول الداتا. طيب الفيري سمبل استوكاستيك جريدينت ديسنت بيحسب الكلام ده اوفر 1 سامبل، فده فيري فاست تو كومبيوت كومبيرد لمين؟ الجريدينت ديسنت. طب ايه عيوبه؟ عيوبه ان انت بتحسب الجريدينت من 1 سامبل. يعني ايه يعني؟ لو انا جبت لك شويه سامبلز بالمنظر ده، دي قالت لك ان الجريدينت في الاتجاه ده، ودي قالت لك ان الجريدينت في الاتجاه ده الابديت يعني، ودي قالت لك ان هي في الاتجاه ده، ودي قالت لك في الاتجاه ده، ودي قالت لك في الاتجاه ده،
ودي قالت لك في الاتجاه ده، ايه اللي هيحصل؟ لو انت بتستعمل السميشن على اللوس والابديت كله بيحصل مره واحده، هتلاقي هيطلع لك فيكتور واحد بس اللي انت بتابديت بيه شكله عامل كده. كويس. لانه هيافرج كل الابديتس دي كلها، هيافرج كل الكلام ده. في حين لو انت بتعمل ستوكاستيك جريدينت ديسنت، هتلاقي نفسك اضطريت تمشي كده شويه، بعد كده امشي 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 كده شويه. ده اللي هو ات ذا فيري اند هيطلع نفس الفيكتور بالظبط، باي ذا وي اللي هو ده هو نفسه ده. ولكن ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عندي حاجه اسمها زجزاج باترن، ظهر عندي حاجه اسمها زجزاج باترن. فالزجزاج باترن ده بيحصل ليه؟ لان عدد السامبلز اللي انت بتحسب عليها الابديت بيكون سامبل واحده ات تايم، ده في الاستوكاستيك جريدينت ديسنت. في حين ان انت لو عملت على كل تريننج سامبلز، فالجريدينت بيحصل عليه ديسنت بصوره سموز اكتر بكتير جدا. فقالوا ان في كومبرومايز موجود، ان انا ما اعملش على سامبل سامبل وما اعملش على كل الداتا مره واحده، هعمل على حاجه اسمها الميني باتش. فالميني باتش اوف سايز بي، وبي تكون اقل بكتير من ان. Why do not gradient descent with all samples؟ قلنا ان الكلام ده memory و time requirement هيكون كبير، وخصوصا لو كانت n very large. بيقول لك do I lose anything by using stochastic gradient descent؟ لا، theoretically الاثنين بيعملوا same convergence و same complexity لو كانت المسألة convex وليها solution global minimum يعني. ميزة stochastic gradient descent ان هو زي ما احنا قلنا كده مش محتاج اعدي على كل الداتا set، فممكن ده يفيدنا شويه في الجنراليزيشن. يفيدنا شويه في الجنراليزيشن ازاي؟ ان هو ما شافش كل الدنيا، فهو بيتعلم باللي بيشوفه، كل ما بتديله حاجه جديده بيشوف بيها. لكن الثاني الحاجات بتكنسل اوت بعضها، يعني لو في جريدينت الابديت بيقول لك في الاتجاه ده واحد في الاتجاه ده، هتلاقيهم بيكنسلوا اوت بعض يعني. لكن الكلام ده ما بيحصلش عندنا بسهوله في الاستوكاستيك جريدينت ديسنت. تمام، ده كده اللي كان فاضل لنا من المحاضره رقم 13. كان بيتكلم على gradient descent و back propagation و الكلام ده كله. حد عنده أسئلة في الجزء ده؟ السؤال بقى بتاعنا، هل هيطلب مننا في الأسايمنت اللي جاي implement the back propagation؟ لا، مش هيطلب منك، ما تخافش. هتستعمل neural networks frameworks مشهورة زي البايتورش أو التنسور فلو، فما تقلقش يعني مش هتضطر تكتب الجريدينت ديسنت بايدك ولا الباك بروجيشن مش هتكتبه بايدك. بس كان مهم بالنسبه لي جدا ان انت تبقى فاهم الكونسبت بتاع الباك بروجيشن والجريدينت ديسنت، وان ازاي الكلام ده بيستعملوه في ان هم يعملوا تريننج للنيورال نتورك. ان شاء الله هنكمل ولا نكمل؟ نكمل احسن. خلينا ناخد السلايد سيت اللي وراها اللي عليها الدور. هناخد درس جديد بقى اسمه الكونفوليوشنال نيورال نتوركس. هنبدا نجري بقى، بدل ما كان عندنا سمولست بيرسبترون والسكند سمولر بيرسبترون، هنبدا نتعرف على حاجه اسمها الكونفوليوشنال نيورال نتوركس. الكونفوليوشنال نيورال نتوركس ايه فائدتها بالنسبه لنا؟ ان هي دي البيز لاين في اي تعامل في الكمبيوتر فيجن مع ايمجز. بيكون في النيورال نتوركس لازم في مرحله ما هيكون عندك جزء من النتورك بتاعك فيها كونفوليوشنال نيورال نتوركس. خلينا نشوف موضوع الكونفوليوشنال نيورال نتوركس ده ايه بالتفصيل. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. السلايدز برضو من معظمها متاخده من الكلاس بتاع CS231N بتاع ستانفورد، بس في بعض السلايدز يعني جايه من ماشين ليرنينج جروب في طوكيو، وبعض الانفورميشن جايه من الكتاب بتاع دايف انتو ديب ليرنينج. الكتاب مميز بصراحه. تمام، خلينا نتكلم على الكونفوليوشن ونفتكر شويه بعض الحاجات عنه. الكونفوليوشن احنا نعرفه كويس جدا ان هو بيعمل لنا بليرنج او شاربنج او ايدج ديتكشن. الكلام اللي عملناه في الاساينمنت الاولاني والكلام ده كله، بيبقى صوره بتحط لها فلتر من الفلترز زي ده او ده او ده اللي على الشمال خالص، ده بيعمل بليرنج، بيعمل زي شبه الجاوسيان فلتر كده، واللي في النص ده بيعمل شاربنج، واللي على اليمين خالص ده بيعمل ايدج ديتكشن في الاتجاه فلو عملت ابلكيشن للفلترز دي على الثلاث على الصوره دي، هيطلع لك ثلاث ديفرنت صور، هيطلع لي ثلاثه ديفرنت ايمجز. احنا بنسميهم الفيتشر مابس، هنسميهم من هنا وطالع هنسميهم فيتشر مابس.
احنا بنعمل ايه في الكونفوليوشن؟ بسلايد الكيرنل اللي هو ثابت، الكيرنل بتاعي ده ثابت، بعمل له سلايدنج اوفر ويندو ادي نفس الكيرنل سايز ويندو 3 في 3 واضربه دوت برودكت، وبعد كده اقوم احرك الكيرنل واضرب دوت برودكت واحرك الكيرنل واعمل دوت برودكت واجيب مين الصوره اللي على الشمال عن طريق السموزنج فلتر، والصوره اللي في النص عن طريق الشاربنج فلتر، والصوره اللي على اليمين عن طريق الايدج ديتكشن فلتر. طيب الكلام ده يفيدنا ازاي لو انا بعمل نيورال نتوركس؟ هيبان، هقول لك انا دلوقتي. لو انت خدت كيرنل السايز بتاعه 11 في 11 وعملت له ابلكيشن على الصوره دي، وخدت كيرنل السايز بتاعه 3 في 3 وعملت له ابلكيشن على الصوره دي، ايه اللي هيجرى؟ هتلاقي نفسك في حاجه انترستنج جدا بتحصل، ان الاوتبوت ايمج او احنا بنسميها الفيتشر ماب اللي هو الاوتبوت اللي طلع لنا ناحيه اليمين دي نتيجه ابلكيشن للفلتر ده على الصوره دي، ونتيجه ابلكيشن للفلتر ده على الصوره دي طلع لنا الصوره دي. هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان الاوتبوت بتاع التو فلترز دول ما طلعش زي بعض، يبقى كل فلتر منهم هي انفيل ديفرنت ايمج فيتشر انفورميشن، كل واحد منهم كان بيطلع لك معلومه معينه من الصوره. ايه المعلومه ترى اللي اللارج فلترز بتعملها؟ اللارج فلترز بتهتم اكتر بايه؟ بالجلوبال انفورميشن، ان هنا من الصوره دي اللي على الشمال والصوره اللي على اليمين اكتر حاجه تم الاحتفاظ بيها هي ايه؟ صوره الارنبين، ان دول ارنبين صح؟ لكن الكيرنل الصغير او الفلتر الصغير طلع لنا هنا مور ديتيلز، مور ديتيلز، في هنا تفاصيل العشب باينه جدا في الصور اللي تحت على اليمين. شايفينها يا شباب ولا مش شايفينها؟ شايفينها يا دكتور. تمام، معنى كده ايه؟ لو الفلتر كبير ده بيهتم بالجلوبال انفورميشن، ولو الفلتر صغير بيهتم باللوكال انفورميشن. طيب لو انا بعمل كلاسيفيكيشن، لو انا بعمل كلاسيفيكيشن انبوت لاير فيها 3072 فيتشر، وعندي الاوتبوت لاير هي فيها 10 كلاسز اللي هو كلاس رقم 1 وكلاس رقم 2 وكلاس رقم 3 وكلاس رقم 4، كان كل اللي عليا ان انا اعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها دبليو في الاكس. لو الحته دي مش واضحه هشرحها اكتر. لحظه واحده، انا في الاول خالص بيكون عندي صوره بالمنظر ده. الصوره دي كانت 32 في 32 وكانت ملونه، ملونه يعني ار جي بي، يعني عنده كام شانل من 32 في 32 دول؟ عنده 3. لو انت جيت تضرب الرقم ده هيطلع كام؟ نفس الرقم اللي هو كان قال عليه اللي هو 3072. 3072 فهو هيعمل ايه؟ هياخد الصوره اللي هي عباره عن 32 في 32 في 3 ويفكها في فيكتور طويل قوي كده، يبقى اكس 1 لحد اكس كام؟ 2000 لحد اكس 3072. وهيعمل هنا لاير واحده بس فيها البيرسبترونز دول، هيطلع هنا الاوتبوت لاير بتاعته فيها 10 نيرونز، هنا 1 2 3 لحد 10 نيرونز، هيوصل كل انبوت من هنا بواحده في الاوتبوت من هنا، يوصل دي كده، يوصلها كده، يوصلها كده، يوصلها كده، وادي نقط في النص اهو، وكل واحده من دول يوصلها بكل الباقيين. يبقى الماتريكس بتاعته اللي هيسميها W دي السايز بتاعها كام يا ترى؟ 3072 في كام؟ 10 في 10. ال 10 دي ليه؟ الاول واحد من ال 10 اللي هو 3072 في مين؟ في واحد، وثاني واحد اللي هو 3072 في واحد، فعنده 10 منهم، عشان كده هو كتب الشكل بتاعها، قال ادي الانبوت اللي هو الاكس، لو ضربوا في الويتس اللي هي الدبليوز هيرجع له حاجه اسمها دبليو في اكس، فهيرجع له 10 ارقام، 10 ديفرنت نمبرز، هيرجع له 10 ديفرنت نمبرز. فلو انت كان عندك الانبوت ايمج كانت 32 في 32 في 3 عملت لها ستريتشنج بقت 3072 في 1، وعندك النمبر اوف كلوسز كانت بتساوي 10، يبقى انا عايز ماب من 3072 ل 10 هديفاين ماتريكس بتعمل لك لينير ترانسفورميشن دوت اللي اسمها الدبليو، اسمها الدبليو. يبقى W دي هتاخد الانبوت اللي هو 3072 وتضربه في الويتس الموجوده عندها اللي هي الستور، دي يطلع لنا 10 قيم، دول 10 سكور. طيب ده كان بيسموها ايه؟ ده كان بيسموها المالتي لاير بيرسبترون.
وساعات بيسموها اسم تاني بيسموها الفولي كونكتد لاير. بيسموها الفولي كونكتد لاير ليه؟ لان كل نيرون في اللاير دي كان متصل بكل نيرونز في اللاير اللي قبليه. كل نيرون في اللاير دي متصل بكل اللاير كل نيرونز في اللاير اللي قبليه. كل نيرون في اللي اوت في اللاير دي كان متصل بكل نيرونز في اللاير اللي قبليه. طيب لو احنا بنعمل convolutional neural network ونفس الانبوت سايز هو 32 في 32 في 3 مش هستريتش them into a one vector 3072 في 1، هحافظ على number of classes بيساوي 10 زي ما هو. الحاجة بقى الانترستنج في convolutional neural network انك لما بتعمل application للفلتر على الصورة، هل شكل الصورة بيتحول فيتشر لفيكتور بالطول ولا نفس الصورة بتحتفظ بأبعادها بنفس الاسبكت ريشيو تقريبا؟ انت بيكون داخل لك في الكونفوليوشن داخل لك صوره وطالع لك ايه برضو الناحيه الثانيه صوره، صح؟ لو الصوره دي كانت مثلا 100 في 300 طالع لك صوره هنا 100 في 300 او 99 في 298 حاجه شبه كده يعني. فمعنى الكلام ده ايه؟ معناه انك الاوتبوت الناتج عن الكونفوليوشن بيحافظ على البروبرتيز بتاعه الاوبجكتس جوه الصوره. يعني دلوقتي لو البيكسل دي مين النيبر بيكسل اللي جنبها، ادي النيبر اللي جنبها وادي اللي جنبها واللي تحتها واللي جنبها، دول كلهم اسمهم نيبرز دي، صح؟ لو انت عملت الفيكتور بتاع الصوره دي عملته فكيته وخليته بالطول كده، ها البيكسل دي والبيكسل دي مش هيبقوا نيبرز اني مور، ها ان هياخد دي يحط وراها 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 دي، بعد كده ينزل سطر جديد. فمعنى كده ايه؟ ان السبيشال، السبيشال معناها السبيس يعني جايه من الاكس واي ريليشن شيبس بتوين البيكسلز، هتضيع لو انت عملت الاستريتشنج، وهيتم الاحتفاظ بيها لو انت عملت ايه كونفوليوشن. فلو انت بتعمل كونفوليوشن نيورال نتورك يو ار ايمينج فور اكستراكتنج سبيشال ديبندنت فيتشرز، عايز تطلع الفيتشرز المعتمده على النيبرهود بتوين البيكسلز وبعضها. فانت عايز تحافظ على شكل الاوتبوت لاير هنا او اللاير الموجوده هنا دي تكون مالها بتحافظ على السبيشال ريليشن شيبس الموجوده. امال لما انا عايز اروح اعمل كلاسيفيكيشن اعمل ايه؟ هستريتش الفاينل لاير بس. يبقى دلوقتي هيقعد يعمل كونفوليوشن مره واثنين وثلاثه واربعه، كل مره بيعمل ايه؟ بيحافظ على السبيشال ديبندنت فيتشرز، ويجي في الاخر خالص يستريتش اللاير اللي قبل الكلاسيفيكيشن بس. يعني هو دلوقتي مش هيعمل ستريتشنج غير في الاخر خالص قبل الكلاسيفيكيشن، لكن طول ما هو بيكستراكت سبيشال فيتشرز بيقدر بيحاول على قد ما يقدر يحافظ على الشكل الصوره. طيب الكونفوليوشن نيورال نتوركس البيلدينج بلوكس فيها ايه؟ الجزء الاولاني بيسموه الفيتشر اكستراكشن اللي هو عباره عن تو اوبريشنز، واحده اسمها كونفوليوشن ووراها اوبريشن ثانيه اسمها بولينج، وعندنا الكلاسيفيكيشن او ريجريشن لايرز اللي هي بتكون فولي كونكتد زي زمان، زي ما قلنا هنضطر نستريتش في لحظه من اللحظات في الاخر خالص. الحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها، لو انت عملت كونفوليوشن مره بعد كده عملت كونفوليوشن ثاني بعد كده عملت كونفوليوشن ثالث على نفس الصوره، وهنا طلع لك فيتشر مابس اسمها اف 1 مثلا سميناها ال 1 وهنا سميناها ال 2 وهنا سميناها ال 3، هتلاقي حاجه ظريفه جدا ان الـ الاجزاء من الصوره اللي بترسبوند للحاجات اللي اسمها ال1 الكونفوليوشن الاولاني دوت بتكون موست اوف ذا تايم بيسموها لو ليفل فيتشرز، والحاجات اللي في ال2 بتكون موست اوف ذا تايم ميد ليفل فيتشرز، والحاجات اللي في الاخر بتكون هاي ليفل فيتشرز. طب ازاي الكلام ده بيحصل؟ خليني اقول لك التصور الصح ايه عشان ما يحصلش بالنسبه لك كونفيوجن في الحته دي. انا بقول لك كالاتي، بقول لك ان عندك هنا ادي الصوره الاصليه بتحط عليها سام كيرنلز. الكيرنلز دول شكلهم عامل ازاي؟ شكلهم عامل كده، وفي هنا عندنا حاجه اسمها W1 لحد W9، وفي الاخر خالص بتعمل الكلام ده كذا مره كذا مره، برضو بتحط كيرنلز هنا بتحط كيرنلز هنا، في الاخر خالص عندك كلاسيفيكيشن. فيا ترى ايه اللي نون وايه اللي ان نون؟ عايز حد يجاوب على السؤال ده. ترى ايه اللي نون في النتورك بتاعتنا؟ الايمج والكيرنل؟ لا الكيرنل، الايمج والكيرنل لو انت بتعمل ايمج بروسيسنج، لو انت بتعمل تريننج لا،
اللي نون هو مين؟ الاكس والواي. الاكس اللي هي كيرنل انون، الاكس اللي هي الفيتشرز اللي هي الايمجز، والواي اللي هي الليبل ان الصوره دي فيها ارنب، والانون هو الكيرنلز. تمام. احنا في الايمج بروسيسنج النون بتاعنا كان هو مين؟ في الايمج بروسيسنج كان معاك صوره وعايز تعمل عليها سموزنج، فبقى معاك الصوره ومعاك الكيرنل. لكن انا هنا الهدف بتاعي مش السموزنج، الهدف بتاعي الكلاسيفيكيشن. ده الهدف بتاعي ان الكلاسيفيكيشن. طب ماشي، لو انت الهدف بتاعك الكلاسيفيكيشن، يبقى مين الانون؟ يبقى ده نون الصوره جيفن ومعايا ده نون، واللي في النص هو مين؟ الويتس الانون. مين بقى الويتس الانون بالنسبه لنا؟ هي الدبليوز. فانا بقوله لك دلوقتي ايه، ان النتورك بتاعتك دي لو بتعمل كلاسيفيكيشن كويس هتلاقي ان الكيرنلز ويتس اللي بيتم استعمالهم هنا غير الكيرنل ويتس اللي بيستعملوا هنا. الكيرنل ويتس اللي بتستعمل في المرحله الاولانيه بتكون عامله زي ايه؟ كانها اكستراكتورز لللو ليفل فيتشرز. يا ترى ايه لو، يعني ايه لو ليفل فيتشر؟ لو انا عندك فيس بتاع بني ادم، ايه هي اللو ليفل فيتشرز في الفيس؟ edges، الايدجز، الكورنرز، السيركلز، هي دي اللو ليفل فيتشرز. طب يا ترى الميد ليفل فيتشرز هتكون ايه؟ البلوبز مثلا، النوز، ان هي دي عباره عن تركيبه خطين، واحد من اليمين واحد من الشمال وخط ثالث من النص بيوصل ما بينهم على شكل مثلث مثلا، ان العين بقت سيركل جوه سيركل اكبر او سيركل جوه اليبس، فده نسميها ميد ليفل فيتشر. طب ايه الهاي ليفل فيتشر؟ اني اطلع حاجه شبه الفيس، صح؟ فهنا المثال اللي هو حاطه كان على العربيات، ان المثال بتاع العربيات ده هنا دخل الصوره دي على اللو ليفل فيتشرز. الكيرنلز بتوع النتورك دي كانت بتعمل كلاسيفيكيشن، كانت اللو ليفل فيتشرز بتاعتهم بتكون اكستراكتد من كيرنلز شبه الايدج ديتكتور زي ما انت قلت بالظبط، والسيركلز كمان. ايه هنا اللي حصل؟ ان كان عمل كومبينيشن من اللو ليفل فيتشرز وجاب الميدل ليفل فيتشرز. وهنا بقى لو انت خدت بالك هتلاقي ان الكيرنلز شبه الكوره وشبه المعزه وشبه ما اعرفش ايه، كانها شبه الاوبجكتس اللي هو بيدور عليه. ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، ان الكيرنلز دول مش انت اللي بتعرفهم له، النتورك اللي بتعمل كلاسيفيكيشن كويس بتتعلم كيرنلز بالشكل ده. ده اكزامبل على الكيرنلز اللي ليرند باي النتورك اللي كانت بتعمل كلاسيفيكيشن لصور العربيات والبني ادمين والحصينه والحاجات دي. تمام. طيب احنا عايزين نتكلم على البيلدينج بلوكس. فاحنا عندنا حاجه اسمها الكونفوليوشن لاير، وعندنا حاجه اسمها الفولي كونكتد لاير. الفولي كونكتد اللي مش هنتكلم عليها، ده شبه القديم بالظبط، ما فيهاش اي حاجه مختلفه عن المالتي لاير بيرسبشن. طب الكونفوليوشن لاير بتعمل ايه؟ اهم حاجه عندها انها بريزرف السبيشال ستراكشر. طب انا دلوقتي هعمل كيرنل، الكيرنل السايز بتاعه يكون كام بكام؟ او الفلتر، لو انت اخترت فلتر 5 في 5 الفلتر بتاعنا بندخله دايمنشن ثالث. احنا متعودين ان الصوره بتاعتنا كانت تبقى جراي سكيل، فبتبقى 32 في 32، ما فيهاش 32 في 3، يعني هي 32 في 32 بس. لكن لو الصوره بتاعتك فيها 3 شانلز اللي هم الار والجي والبي، فالكيرنل بتاعك او الفلتر بتاعك هو كمان بيكون 3 شانلز. طب ماشي، طب الفلتر ده لما تيجي تعمل له ابلكيشن على الصوره دي هيرجع لك صوره السايز بتاعها كام في كام؟ احنا خدنا كونفوليوشن وعارفين ايه اللي هيجرى، تطلع كام في كام يا ترى؟ 32 في 32 في 3. لا هو مش عمرها ما هتطلع في 3 باي حال من الاحوال. طب خلينا نبص على دي. انت دلوقتي بتاخد الفلتر تحطه على البوزيشن ده، النص قصاد النص، ها في المكان ده بالظبط اهو. ف الفلتر اللي هو 5 في 5 في 3 على البوزيشن ده هيطلع لك فاليو واحده بس، صح؟ فهو كده ولا كده؟ انت بتاخد الفلتر ده من اول هنا فوق خالص وتقعد تمشيه كده وتمشيه كده وتمشيه كده وتمشيه كده وتمشيه كده لحد ما تخلص الصوره. فالفلتر ده منين ما تحطه هيطلع لك رقم واحد بس. فمعنى كده ان الفلتر اللي هو 5 في 5 في 3 هيطلع لك اكتيفيشن ماب لازم تكون عرضها واحد بس، ما ينفعش عرضها يكون 3 يا حاتم. تمام يا دكتور حسام. الحاجه الثانيه ليه 28 في 28؟ ليه مش 32 في 32؟ لا هو ده في ايدينا، احنا ممكن نخليها تطلع 32 في 32 وممكن نخليها تطلع كام؟ 28 في 28.
طب يا ترى نخليها تطلع 28 في 28 امتى و32 في 32 امتى؟ دي احنا قلناها، قلنا في حاجه اسمها سيم، لو الكونفولوشن بيرجع السيم سايز او بيرجع حاجه اسمها الفاليد. الفاليد معناها ان انا اقدر احط الكيرنل بالكامل على الصوره. فلما تيجي تحط الكيرنل بالكامل على الصوره 5 في 5 البوزيشنز دي مالها؟ في حته من الكيرنل في الهواء، فدي مش هتظهر في الفاليد ولكن تظهر في السيم. في السيم بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها زيرو بادنج، صح؟ عشان يعرف يحط الكيرنل ده علي. افتكرتوا موضوع الزيرو بادنج ده ولا ناسيينه؟ الفكره بقى بتاعتنا ايه؟ ان انا ما ينفعش نعتمد على كيرنل واحد. احنا قلنا هنا ان عنده كيرنل 1 2 3 4 5 في 1 في 2 في 3 في 4 في 5، عنده 25 كيرنل. فانت لو عملت كيرنل واحد هترجع اكتيفيشن ماب واحده بس. معنى كده انك حددت هتعمل ديتكشن ل 1 تايب اوف الفيتشرز. لكن انا في الحقيقه عايز اجيب فيتشر تطلع لي الايدج اللي مايله يمين، وفيتشر ثانيه بتجيب لك الايدج اللي مايله شمال، وفيتشر ثالثه للسيركل، وفيتشر رابعه للحاجات. طب معنى كده ان يصح تستعمل فلتر واحد بس ولا استعمل مالتيبل اوف ذم؟ مالتيبل اوف كذا واحد. هنضطر نستعمل كذا واحد. فلو انت عملت 6 5 في 5 فلترز، هو المفروض يقول لك 5 في 5 في 3، بس الثلاثه دي معروفه ضمنيا. معروفه ضمنيا ليه؟ لان هو لازم الفلتر يكون بنفس الدبث بتاع الايمج سايز. لو انت خدت الست فلترز دول عملت لهم ابلكيشن على صوره 32 في 32 هيرجع لك 6 اكتيفيشن مابس، كل واحده منهم 5 28 في 28. يبقى دلوقتي لو انت بدات ب 32 في 32 في 3 وعملت 6 فلترز كل واحده منهم 5 في 5 هيرجع لك نيو ايمج 28 في 28 في 6. ماشي سهل مفيش مشكله. طيب لو انا جاي بقى دلوقتي عايز اعرف الجنراليزيشن، لو انا معايا الانبوت بتاعي كان عرضه W1 والهايت بتاعه D1 والدبث بتاعه D1 وانا جاي اعمل الكونفوليوشن لاير، الكونفوليوشن لاير محتاجه مني ايه؟ محتاجه مني تعرف النمبر اوف فلترز، عندي 6 ولا 5 ولا 4، محتاجه تعرف السايز بتاع الفلتر اللي هو 5 في 5، محتاجه تعرف حاجه اسمها السترايد لسه ما قلناهاش، محتاجه تعرف حاجه اسمها الزيرو بادنج. الزيرو بادنج ده اللي هو معناه ايه؟ اللي احنا قلنا عليه من شويه، لو انا الكونفوليوشن بتاعي عايزه يرجع لي صوره بنفس السايز الاصلي يبقى انا لازم ادخل له زيرو بادنج، لان الكيرنل عمره ما هيفت على الصوره بالكامل الا لو كان كيرنل واحد في واحد مثلا. موضوع الاسترايد ده هو احنا ما قلناش عليه، بس الاسترايد ده معناه ايه؟ دلوقتي لما انا باخد ادي الصوره وباخد الكيرنل بحطه هنا، بعد كده بسلايد 1 بيكسل واحط الكيرنل بتاعي هنا، بعد كده بسلايد 1 بيكسل واحط الكيرنل بتاعي هنا، صح؟ لما بتسلايد 1 بيكسل ده اسمه سترايد. الموست كومن سترايد في الكونفوليوشن لاير بيكون بيساوي 1، ولكن في بعض الاحيان بيعمل سترايد لارجر ذان ال1. يعني ايه لارجر ذان ال1؟ ان هو بدل ما يجامب 1 بيكسل ات ذا رايت ات افري تايم يجامب 2 بيكسلز 3 بيكسلز 4 بيكسلز رقم اكبر. طب ايه اللي هيحصل لما يجامب مور ذان 1 بيكسل تو ذا رايت؟ ايه اللي هيحصل؟ الاوتبوت السايز بتاعه هيقل، الاوتبوت هيصغر كتير قوي لانه مش هيقدر يعوض في كل الاماكن اللي في الصوره. بيقول لك ان في ايكويشن تقدر تحسب تيستيميت بيها ال W2 وال H2. W2 هتساوي W1 ماينس F زائد 2P على S بلس 1، بنعوض فيها، ممكن نوريكم شويه اكزامبلز دلوقتي. و H2 بتساوي H1 ماينس F بلس 2P على S بلس 1، ودي 2 الدبس الجديد دي بقى ما فيهاش هزار هيساوي نمبر اوف فلترز. الدبس الجديد هو مين؟ هو النمبر اوف فلترز. لما حط 6 فلترز اللي كانت K في الكونفوليوشن لاير هتكون هي دي 2، او ده الاوتبوت هيكون 6. في العاده احنا بنختار ان الفلتر يكون السايز بتاعه 3 في 3 او 5 في 5 او 5 في 5، او حتى ساعات بنختار الفلتر يكون السايز بتاعه 1 في 1. الاسترايد قلت لك موست كومن هيساوي 1، ساعات الاسترايد بيساوي 2 ساعات. ولو انت بقى الاسترايد بتاعك كان حاجه غير الواحد وعايز تعمل زيرو بادنج، يبقى الزيرو بادنج ده لازم تحسبه الاول بحيث انك لما تعوض في الايكويشن بتاع W2 وH2 يطلع لك انتجر. ما ينفعش تخلي ان البي مثلا بتساوي 2
ولما تيجي تعوض في الايكويشن دي يطلع لك ان السايز بتاع دبليو 2 فيه فراكشن، ما ينفعش. لازم تظبطها البي 2 بايدك علشان تتاكد ان الكلام ده يطلع مظبوط. خد بالك انت لو عايز ترجع السيم سايز السيم سايز، فلو قلت ان الاف بتساوي 3 اللي هو الفلتر سايز 3 في 3 محتاج 0 بادنج بيساوي 1، والاف لو كانت بخمسة محتاج 0 بادنج 2، والاف لو كانت بتساوي 1 يعني لو كان الكيرنل 1 في 1 فانا مش محتاج بادنج اصلا، ما حدش بيعمل بادنج لو الفلتر بتاعه 1 في 1. طب يا دكتور هل في معنى انك تعمل فلتر 1 في 1؟ خلينا نبص على الرسمه دي كده، وانا بقول لك دلوقتي ان انا بدل ما احط فلتر 5 في 5 احط فلتر 1 في 1، يا ترى ده بيعمل ايه لو حطيت لك فلتر 1 في 1؟ ممكن هل لو زود البرايتنس او الكونتراست؟ انا عايزك بس تخيل الفلتر هيكون معمول على اس بيكسل واحده بس، بس العرض بتاعه 3 طبعا، يعني هو كانه فوليوم صغير كده، العرض بتاعه 3 يعني عنده كام رقم جوه الفوليوم ده؟ 3 ارقام W1 W2 W3 ماشي. هل ده فلتر مهم بالنسبه لك ولا لا؟ يفيدك في ايه يعني، او ايه الفانكشن بتاعته يا ترى؟ يعمل ايه؟ هل ممكن يكون بيعمل حاجه زي الاكتيفيشن مثلا، زي نفس الفكره بتاعت الاكتيفيشن فانكشن؟ لا احنا عارفين ان الكونفوليوشن عباره عن دوت برودكت اوبريشن، يعني دبليو 1 دي هتتضرب في، لو انا خدت البيكسل دي سي ان هي كانت موجوده عند بوزيشن 25 و25 كويس، يبقى 25 و25 و1 هتتضرب في دبليو 1، و25 و25 و2 هتتضرب في دبليو 2، و25 و25 و3 هتتضرب في دبليو 3 صح كده؟ يعني كانه عمل ايه؟ يعني كانه عملت بيرسبتور اكروس التشانل، كانه عمل ويتد سم اكروس التشانلز، يعني ده مش بيريزرف السبيشال ريليشن شيب بتوين الفيتشرز، ولكن ده بيوبريت على التشانلز، كانه بيحسب فاليو واحده للبوزيشن اسمه 25 و25 من الديفرنت فاليوز اللي جايه له من الديفرنت تشانلز. طب ده مفيد في ايه برضو؟ طب انا عايز اخد انفورميشن من الشانل ذات نفسها مش من السبيشال. صح ماشي مظبوط، بس يفيدنا في ايه برضو تاني؟ ممكن تفيدنا لو انا عايز اعمل عمليه عكسيه، اللي هو لو انا بدل يعني عايز ارجع، يعني هطلع الاوتبوت من الالوان اللي انا اخدتها قبل كده او من المعلومه اللي انا اخدتها قبل كده. ماشي، هو طبعا الكلمه اللي انا هقولها صعب عليكم شويه، اللي بيحصل ان الفلتر اللي اسمه 1 في 1 ده بيفيدنا في حاجه اسمها الدايمنشناليتي ريدكشن والدايمنشناليتي اكسبانشن. انا ممكن لو عندي 40 تشانل اطلع منهم تشانل واحده بس، صح؟ لو كان بدل الثلاثه دي مكتوب 40، فمن ال 40 تشانل دول ممكن اعمل الكلام ده اطلع منه ايه؟ شانل واحده بس عن طريق دبليو 1 لحد دبليو 40 مظبوط، بس انا ممكن اعمل كذا كيرنل منهم، يبقى انا كده ممكن اعمل ثلاثه منهم، يبقى ممكن بدل ما انا عندي 40 دايمنشن لنفس السايز اللي هو 32 في 32 ف 40 اقدر اروح منه ل 32 في 32 في 3 مثلا. ازاي؟ عن طريق ان انا اديفاين 3 1 في 1 convolution، والثلاثه دول هيشتغلوا على الفوليوم ده مره واحده فيرجع له 1 اكتيفيشن ماب، وعلى ده يعني يطلع انذر اكتيفيشن ماب ويطلع الثالثه، فكانه عمل دايمنشناليتي ريدكشن. ممكن العكس، ممكن يكون انت عندك 32 في 32 في 3 تعمل 1 في 1 convolution 40 مره فتطلع منهم ايه 40 شانل مختلفين. فالكلام ده هنشوف ابلكيشنز واضحه جدا ليه لما نتكلم على حاجه اسمها الريز نت. لا في حاجه قبلها، جوجل نت، لما نيجي نتكلم على جوجل نت هنشوف الكلام ده بمنتهى الوضوح. ال1 في 1 convolution is very effective في maintaining the dimensionality بتاعه النتورك بتاعك، وده برضو بيفيدنا في الكومبلكسيتي، ان النتورك كومبلكسيتي ما تزيدش قوي، فهم بيستعملوا ال1 في 1 convolution علشان لو كان عنده اهو، لو عنده فوليوم 56 في 56 في 64
لو عملت 1 في 1 convolution with 32 filters هترجع 56 في 56 زي ما هي، ولكن هيرجع 32 output channels. يبقى احنا بنستعملها ليه؟ عشان dimensionality reduction و dimensionality expansion، وده هنشوفه ان شاء الله practically في الاكزامبلز بتاعت ال state of the art neural networks الموجودين في السوق. نشوف ان هو بيستعملوا الكلام ده بمنتهى الكفاءة يعني effectiveness. في الconvolution neural network عندنا حاجة اسمها pooling layer. يبقى احنا اتكلمنا على الconvolution layer اللي وظيفتها تدخل لها فوليوم وتقول له عايز كذا كيرنل، وكل كيرنل السايز بتاعه كذا، وتقوم طالع لك فوليوم تاني. لما نتكلم بقى على البولينج لاير، البولينج لاير ووظيفتها انها تعمل سمرايزيشن. سمرايزيشن يعني ايه؟ يعني داون سامبلينج. مثلا الاوبريشن بتاع الداون سامبلينج مشهوره، احنا خدنا في الكلاس عندنا مساله الداون سامبلينج. كنا بنعملها ازاي الداون سامبلينج؟ بنصغر الصوره بدل ما هي 100 في 100 تبقى 50 في 50، بدل ما هي 50 في 50 نخليها 25 في 25. فهو البولينج بيعمل الكلام ده بالظبط. في عندنا نوعين من البولينج، او لا هم كذا نوع في الحقيقه. عندنا المشهورين منهم نوعين، حاجه اسمها الماكس بولينج، ان هو ماكس بولينج بياخد الصوره 224 في 224 في 64 يرجعها لك 112 في 112 في 64. البولينج بيشتغل على كل اكتيفيشن ماب سيبريتلي، هياخد الاكتيفيشن ماب دي يبص عليها كده ويصغرها يخليها كده ويرجعها في الفوليوم ده. خد بالك ان البولينج ما فيهوش ليرنينج، ما فيهوش اي ليرنينج. انت بس كل اللي عليك تقول هو ماكس بولينج ولا افريج بولينج ولا وات ايفر. فده على سبيل المثال البلوك ال 4 في 4 ده، لو عملت عليه الماكس بولينج هيرجع من كل اربعه، من كل ويندو السايز بتاعه 2 في 2 هيرجع رقم واحد بس. فواحد واحد وخمسة وستة مين الماكس بتاعهم؟ الستة. اتنين واربعة وسبعة وثمانية مين الماكس بتاعهم؟ تمانية. تلاتة واتنين واتنين وواحد الماكس بتاعهم تلاتة. واحد وتلاتة واربعة وزيرو الماكس بتاعهم اربعة. هنا بيقول لك الاسترايد بتاعه باتنين ليه؟ لانه حسب الماكس بولينج على الاربعة دول بعد كده جامب في الاكس اتنين بيكسل، ما عملش سلايدنج يعني ما خدش الويندو ده. It doesn't count الويندو ده. ده ليه؟ لان الاسترايد بتاعه باتنين. فلما عمل سترايد باتنين فهو لو كان بدا من هنا هيجامب المره الجايه يجي هنا عند الاثنين دي، والمره اللي وراها لما يلاقي نفسه خلص ينزل هنا بعد كده يجامب برده يروح هنا. فعشان كده طلعت الاربعه في اربعه رجعت لي اثنين في اثنين. ده بيسموه الماكس بولينج. كان ممكن يعمل حاجه اسمها الافريج بولينج، انه يحسب واحد واحد وخمسه وسته ويحسب عليهم الافريج. في حاجه ثانيه اسمها الجلوبال افريج. الجلوبال افريج بولينج وده برضه له استعمال كبير جدا، ان هو مينيمايز الدايمنشناليتي بدرجه كبيره، هنشوفه كمان شويه برضه لما نيجي نتكلم على الجوجل نت. برضه الجلوبال افريج بولينج بيعمل ايه؟ ان لو عنده اكتيفيشن ماب زي دي كده يشيلها كلها ويحط مكانها رقم واحد بس. فبيستعمل السمرايزيشن عن طريق مين؟ بيسمرايز الشانل دي كلها في رقم واحد بس اللي هو الافريج بتاعها. يا البولينج لاير، يا ترى ايه الموست كومن، الموست كومن سيتنجز بتاعتك؟ ان الاف بتاعتك تكون 2 في 2 والاسترايد ب 2 او 3 في 3 والاسترايد ب 2. تقدر تحسب ال W 2 و H 2 و D 2 ازاي؟ اهو من نفس خد بالك ان D 2 بتساوي D 1 بالعافيه، لانه بيعمل البولينج على لاير لاير، على كل سوري اكتيفيشن ماب اكتيفيشن ماب، ما بيبصش على الاكتيفيشن لايرز مع بعضها او الفيتشر مابس مع بعضها، كل فيتشر ماب لوحدها. برضو لو انت معاك الاف والاس تقدر تحسب الدبليو 2 والاتش 2. الميزه في البولينج لاير بالنسبه لنا ان هي بتعمل سمرايزيشن من غير ما تنتروديوس اي نيو بارامترز، انتروديوس زيرو بارامترز سينس ات كومبيوتس ا فيكسد فانكشن اوف ذا انبوت زي الماكس او زي الافريج. السمري بتاعت الكونفوليوشن نيورال نتورك فيري سمبل، يعني ان انا بيكون عندي حاجه اسمها كونفوليوشن لاير، ادي الصوره وعندي ديفرنت كيرنلز بيعملوا ابلكيشن على الصوره دي، يطلع له حاجه اسمها الكونفوليوشن فيتشر مابس. بعد كده من حاجه اسمها نون لينياريتي اللي هي شبه التان اتش وشبه السيجمويد، بس هم بيستعملوا فانكشن اسمها الريليو مشهوره يعني في الكونفوليوشن نيورال نتورك، موست اوف ذا تايم بيستعملوا معاها الريليو. وبعد كده بيعمل كونفوليوشن تاني وريليو، بعد كده يعمل بولينج، بعد كده كونفوليوشن ريليو كونفوليوشن ريليو بولينج كونفوليوشن ريليو كونفوليوشن ريليو بولينج. وبعد بقى اخر بولينج بيعمل ايه؟ بيروح يعمل بقى ستريتشنج لاخر ويندو، اللي هو لو كانت الصوره دي 100 في 100 فبيوصل لويندو السايز بتاعه 7 في 7 مثلا، وال7 في 7 دي بقت 49 اليمنت، يقدر يعمل لها ستريتشنج بسهوله ويدخلها على فولي كونكتد لاير عشان تعمل الكلاسيفيكيشن.
الفولي كونكتد لاير بتحاول تماكسمايز السكور بتاع الكوركت كلاس. ولو ما حصلش نصيب يعني طلعت ان الكار المفروض هي تاخد اعلى سكور بس ما خدتش اعلى سكور فور سام ريزون، ايه اللي هيجرى؟ هيعمل بقى اللوس يبروباجيت ويحاول يظبط الويتس في كل الكونفوليوشن لايرز دول علشان المره الجايه لو جات له نفس الكار يعرف يعمل لها كلاسيفيكيشن مظبوط. لما نيجي نتكلم بقى على السكسس بتاع الكونفوليوشن نيورال نتوركس في مساله الايمج كلاسيفيكيشن على وجه التحديد، محتاجين ندرس some commonly used architectures، ودي هتخلينا نفهم اكتر ليه الناس بتعدل التعديلات اللي بنشوفها. يعني في الاول خالص ايه اللي خلى اليكس نت تبقى كويسه كذا وكذا وكذا وكذا، طب ليه في الفي جي جي عملوا نتائج احسن عشان عدلوا عليها كذا وكذا وكذا وكذا، طب ليه الفي جي جي ممكن يتم التحسين عليها اكتر واكتر، ليه بارامترز بتاعتها كتير. فالاسئله دي اللي احنا هنقعد نجاوب فيها ان شاء الله المحاضره اللي جايه والمحاضره اللي وراها. فالنهارده هنوقف عند الديب كونفوليوشنال نيورال اركتكتشرز. المره اللي جايه بقى هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الكويستشنز اللي بقول لك عليها دي، انهي احسن اعمل كونفوليوشن بفلتر 11 في 11 ولا 5 في 5 ولا 3 في 3؟ النيورال نتورك اللي هستعملها تكون عدد اللايرز فيها كام؟ 7 ولا 16 ولا 101 ولا 151 زي ما هنشوف كمان شويه. هنشوف مقارنات ما بين النيورال نتوركس المختلفه وهنشوف كيس ستاديز وهندرسها بالتفصيل ونتفرج على شكل البارامترز بتتغير ازاي في كل لير والثانيه ونشوف الكيرف ده مهم جدا. ده بيورينا السكسس بتاع الكونفوليوشن نيورال نتوركس في التاسك المشهوره بتاعه الايمج كلاسيفيكيشن اللي هي الايمج نت لارج سكيل فيجوال ريكوجنيشن تشالنج اكروس التايم قبل النيورال نتوركس ما تخش في الموضوع وكان ايه احسن موديل قبلها. وبعد كده نشوف في 2012 لما حصل ان الاليكس نت كسبت الكومبيتيشن دي وده كان الفيرست كونفوشن نيورال نتورك بيزد وينر، بعد كده في تحسين عليه، بعد كده الفي جي جي والجوجل نت ظهروا في نفس السنه، بعد كده الريز نت وتعديلات على الريز نت. لو احنا خدنا بالنا من اول 2015 جابوا احسن من الهيومن بيرفورمانس على الداتا سيت بتاعت الاي ال اس في ار سي. طيب فان شاء الله باذن تعالى هنكمل بقى كلامنا ونشرح الفروقات بين النتوركس دي وبعضها ونشوف النمبر اوف بارامترز والويتس بتكون اكتر والميموري بتضيع فين وليه الموديل ده السايز بتاعه الهارد ديسك كبير وليه السايز بتاعه ده صغير، ونعمل ديسكشنز ونجاوب على بعض الاسئله ونتروديوس نيور نتوركس زي الجوجل نت وبعدها الريز نت وبعد كده تحديثات على الجوجل نت والريز نت والكلام ده كله. كل الكلام ده مهم جدا علشان نفهم ازاي الناس بتطور السوليوشن المبدئي اللي بداوا بيه جابوا بيه نتائج كويسه وازاي هم ما سكتوش وبداوا يحسنوا ويعدلوا لحد ما وصلوا للستيت اوف ذا ارت وحسنوا كمان على الهيومن بيرفورمانس في مساله الايمج كلاسيفيكيشن في الايمج نت داتا سيت. الايمج نت داتا سيت فيها مليونز اوف ايمجز مليونز اوف ايمجز وثاوزندز اوف كلاسز. التشالنج معمول على 1000 بس، التشالنج المشهور معمول على 1000 كلاس بس، بس الداتا سيت نفسها بتاعت ايمج نت فيها 1000 اوف كلاسز. هنتكلم اكتر على الموضوع ده المره اللي جايه. انا النهارده بس بريفلي هديكوا كمان نوت عن النكست اساينمنت عشان تبقى عارف ايه المطلوب منك المره الجايه، عشان انا نفسي دلوقتي تقرروا القرار بتاعكم. في بعض الطلبه مثلا عملوا 3 اساينمنتس وعايزين يعملوا كورس بروجكت، او بعض الطلبه عايزين يعملوا اساينمنت الرابع والخامس، فانا هقول لك دلوقتي الاساينمنت الرابع هيكون سايز بتاعه شكله عامل ازاي لانه هيكون كبير شويه. الاساينمنت الرابع بتاعنا هيكون عن لحظه واحده هفتحها لك دلوقتي مسألة هنشتغل عليها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هو التشالنج اللي هتشتغلوا عليه في الاساينمنت الرابع، الاساينمنت الرابع ده مدته هتكون من اول النهارده لحد اخر يوم في الترم، من اول النهارده لحد اخر يوم في الترم، ولسه في اساينمنت خامس. فالاساينمنت الرابع ده شغال معاك هيكون عليه 20 درجه زي اي اساينمنت تاني، بس مطلوب منك تشتغل فيه وتحسن فيه لحد اخر دقيقه في الترم. دي كومبيتيشن لايف لسه لونش يعني من حاجه بسيطه جدا، يعني يمكن اول امبارح لسه نازله حاجه شبه كده، واوريدي عليها 57 تيم سو فار.
المشاكل الحقيقيه اللي ممكن تواجهك فيها المساله دي بتعمل ايه؟ بيكون عنده تشست اكس راي ابنورماليتيز ديتكشن اوتوماتيكلي لوكالايز اند كلاسيفاي ثوراسيك ابنورماليتيز فروم تشست راديوجرافز. بيكون عندك التشست واخد الصور الاشعه بتاعتها واكزامز كتير، والهدف منها انك تطلع الكلاسيفيكيشن بتاعها. ما اكذبش عليكم، مساله تشالنجينج جدا وصعبه جدا، بس انا عارف ان انتوا قدها، وكده ولا كده الدرجات على قدر المجهود مش على قدر النتائج. يعني لو انت حتى ما جبتش نتائج كويسه فده كل ده مقبول. يعني بيقول لك ذات سيت كونتينس اوف 18000 سي اكس ار سكانز ان دايكوم فورمات ويتش وير دي ايدنتيفايد تو بروتكت البيشنت برايفسي. اول ايمجز وير ليبلد باي بانل اوف اكسبيرينسد راديولوجيست فور ذا بريزنس اوف 14 كريتيكال راديوجرافيك فايندينجز listed below. عنده 14 class. The no finding observation was intended to capture the absence of all findings above. الداتا سيت دي كبيره قوي، فيها 18000 سكان. كل حاجه عنده، عنده الايمج اي دي والكلاس نيم والكلاس اي دي والاسم الراجل اللي عمل كلاسيفيكيشن والباوندينج بوكس على الابنورماليتي كمان الموجود. وده اللي هيكون مطلوب منك السامبل سبميشن، انك تحط له اسم الصوره دي اللي هو 3000 تيست ايمج، وتقوم تطلع له البريدكشنز بتاعتك. عندك 14 كلاس هيكونوا يا موجودين يا مش موجودين، بس هو ده المطلوب منك. طيب المشكله بتاعت الداتا سيت ايه دي؟ ان الداتا سيت سايز كبير جدا، 191 جيجا. ف191 جيجا ده رقم كبير جدا، فاحنا ممكن في الاساينمنت بتاعنا ان انا ما اعملش تريننج بكل الدنيا، احاول اترين بحوالي تلتهم او ربعهم بس في الاول خالص. انا محتاج ان انا داونلودهم عشان اعرف. لازم يكون عندك كل الليبلز في التريننج، لازم يكون عندك كل الليبلز في التريننج. ناخد بالنا بس ان ده جرادويت كورس، يعني الكلام ده انا ما اقدرش انزله في كورس اندر جرادويت، لان الناس مش هيكون عندها الكاباسيتي انها تعمل الكلام ده. لكن احنا بنتكلم على جرادويت كورس، فلازم السكيل بتاعنا يكون على مستوى الجرادويت كورس. بالنسبه للتست ديتا، لا دي صغيره، اظن ان هي 30 جيجا بس، فما فيهاش مشكله، ممكن تشتغل عليها زي ما هي يعني. لكن التريننج ديتا اي ثينك انك هتحتاج تاخد منها سبست تترين عليها، وده طبعا هياثر على الكواليتي بتاعتك. فانا مش الهدف بتاعي خالص انك تطلع احسن واحد في الليدر بورد دي، لا مش ده الهدف. الهدف انك تشتغل في بروبلم حقيقيه وتعمل احسن حاجه عندك، هو ده الهدف اللي عندنا. طبعا انا متخيل ما حمد بخلص كلام، انا متخيل الموضوع هيكون تشالنجينج جدا، لان التعامل مع داتا سيتس بالسايز ده مش تريفيال. فاحنا هنسمح بالتيمينج برضو، هنسمح ان احنا نشتغل في تيمز. فممكن ان مثلا نقول ان كل خمسه في تيم، يعني هنشتغل خمسه مع بعض، يعني يبقى عندنا اثنين تيمز بس، وكل تيم فيه خمسه طلبه، يعني بحيث يبقى ايه المساله على قد تتقسم كويس، والناس كلهم يشتغلوا مع بعض، والنولج اللي هيحصل لها شيرنج بينكم وبين بعض تكون جزء من النولج اللي احنا عايزينها في الكلاس تحصل. يعني هديكم فرصه ان تقسموا نفسكم ان شاء الله من اول يوم الثلاث الجاي. لو ما جاليش تقسيم انا هقسمكم بنفسي يعني. انا بقول لك المساله تشالنجينج، مساله كبيره ومساله صعبه، والداتا مانجمنت هتبقى محتاجه منك كيرفول هاندلنج، ومحتاجين تقعدوا مع بعض وتفكروا مع بعض وتشوفوا تحلوها ازاي. بس انا بقول لك ان الوقت بتاع الكومبيتيشن ده مفتوح بالنسبه لنا احنا في الاساينمنت الرابع ده لحد اخر يوم في الترم. الاساينمنت الخامس هيكون سهل، يعني شغل باسبوع، فما حدش يقلق منه يعني. تمام، عايز ايه يا محمد بقى؟ دكتور، هو لازم نشتغل على الدايكون فورمات عشان ساعات الجي بي جي؟ لا لا لا، هو في عندك هنا بقى كويس انت قلت، بيكون عندك هنا لو انت بصيت كويس هتلاقي في حاجه اسمها نوت بوكس. الناس بتشارك الاكواد بتاعتها اللي مفيده لبقيه الناس، ففي واحد منهم الفاستست كونفرت دايكوم تو ايمجز. هتلاقي في ناس منهم، انا بصيت يعني لقيت ناس اوريدي بعت وعاملين اكواد بتحول من دايكوم لبي ان جيز. انا شفت الكلام ده من اول امبارح مثلا. ساعات بيبقى اصغر يعني، المفروض بيبقى اصغر عامه. المفروض يبقى اصغر. ما هو بقى دي برضو حاجه مهمه، ان احنا عايزين نشوف ازاي نهندل اللارج سايز اوف الداتا. ده سؤال محتاجين تفكروا في اجابته وتحلوه، مش تفكروا بس فيه، فكروا فيه وتجاوبوه وتطلعوا الحل بتاعه والكلام ده، وتعملوا تيمز مع بعض وترجستروا على الكومبيتيشن مع بعض، وتشوفوا الداتا داونلود للداتا ازاي وتقسموها ازاي، وتطمن ان كل الداتا الليبلز موجوده معاك، وتعرف مساله فيها جزئين، جزء فيه كلاسيفيكيشن وجزء فيه ديتكشن، انك بترجع باوندري بوكس اراوند الاب نورماليتي كمان. فخد بالك ان مش محاضرات الكلاسيفيكيشن بس اللي هتساعدك، احنا لسه بعد ما نخلص الكلاسيفيكيشن هنتكلم على الديتكشن. فالموضوع يعني فيه لسه شغل. فانا عايز النولج اللي احنا هناخدها في الجزء بتاع السيمانتيك فيجن دي، اللي هو سواء كلاسيفيكيشن او ديتكشن، تبقى ايه ويل ريلايزد فين في الاساينمنت اللي موجود معانا. عشان كده اخترت حاجه كبيره يعني.
وبرضه في نفس الوقت انا يعني مش متوقع يعني ان احنا يعني نكمبيت في الليدر بورد، على قد ما انا عاوز ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا، ده اللي مهم بالنسبه لي. ماشي، وزي ما قلت لك عشان هو الاسايمنت كبير قوي فانا هقسمكم كل جروب فيه 5 طلاب بس. اتفقنا دكتور؟ عشان عندي سؤال بس. هو مين؟ انا يوسف. اه يوسف، هو احنا برضو ده هيبقى الشغل على كولاب وكده ولا ممكن نشتغل على كاجل نفسه على طول؟ لا طبعا ممكن نشتغل على كاجل نفسه عشان تمام. توفر وقت الداونلود يعني قصدك صح؟ اه ممكن طبعا. تمام هو ممكن تداونلود من كولاب بدبليو جيت. اه عايز يا عمر؟ يعني هو عايز، لا يعني مش هيضطر يداونلود على اللوكال ماشين بتاعته، ممكن على كولاب بس هياخد وقت برضو. اه لا لا هي سريعة جدا. اه 192 جيجا حتى لو على كولاب واللي سريع، بس هو اصلا كولاب 100 جيجا اصلا الهارد ديسك بيدور. ده اللي عايز اقوله، الانستنس مش هتدي لك 192 جيجا. اه فهو انتم محتاجين تانلايزوا الديتا على كاجل، ده اللي انتم محتاجين تعملوه، تعمل اناليسز للديتا على كاجل، تحولها لبي ان جيز وتعملها داونلود، شوف السايز بتاعها هيبقى عامل ازاي، وفاهم قصدي؟ وبعد كده تشوف بقى ايه اللي ممكن تعمله. بس انا ليه قصد احط لك مساله كبيره كده عشان اشوف هتعملوا ايه، هتصرفوا ازاي. ماشي يا عمر؟ برضو في التقسيم يا ريت تراعوا ان انتوا ان كل واحد هيكون له دور في البروجكت، يعني انا مش عايز مثلا 5-4 يشتغلوا واحد يريح، مش هينفع، ده مش هينفع معايا خالص يعني. عايز طالما هما انتوا 5 مع بعض لازم كلكم تشتغلوا بمنتهى القوه مع بعض. اتفقنا؟ ماشي؟ الاسايمنت ده مهم فيه جدا التيم وورك، وعشان كده انا عامل اعداد كبيره في الايه في الفريق، ما يبقاش واحد لوحده شايل كل الشغلانه والباقيين كلهم ايه مستنيينه خالص، ما ينفعش. اهم حاجه التيم وورك، مهم جدا جدا جدا. طيب ايه اللي بقول لك المسائل اللي هنحلها في المساله دي؟ لا عندنا مساله كلاسيفيكيشن، عندي 14 كلاس مالتي ليبل بروبلم، ممكن يكون عنده 2 ابنورماليتيز في نفس الصوره او اكتر. مساله الديتكشن يرجع باوندنج بوكس اراوند الحته اللي فيها مشكله، ففيها بصراحه مسائل يعني ايه شكلها كده بالنسبه لي انترستنج جدا ان احنا نشتغل عليه. تمام خلاص، ان شاء الله مع الوقت طبعا هتوضح. يعني انا متخيل ان احنا ممكن نخلي كل محاضره اخر ربع ساعه نتناقش في الداتا سيت دي، وصلنا فيها لايه وعملنا ايه وايه الصعوبات وايه اللي سهل، فاهمين؟ ونشير النولج اللي احنا بنعملها مع بعض، بحيث الهدف ان احنا نعمل الحاجه مش درجات. يعني الدرجات دي اسهل حاجه، الدرجات اسهل حاجه ان انا ادي درجات، بس مهم يكون الكلام ده له فايده يعني. اوكي خلاص هنكتفي على كده النهارده، لو حد له اي سؤال يا ريت يتفضل يساله يعني، او تذاكروا الاول ونتكلم المره الجايه بعد ما تذاكروا. طيب شكرا يا دكتور. ماشي يا محمد، اهو حققت لك امنيتك، جبت لك مساله صعبه. طول محمد عايز مساله صعبه، عايز مساله صعبه، جبت لك مساله صعبه. دكتور انا هطير من الفرحه. طاير من الفرحه دلوقتي. ماشي 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 يا زعيم. السلام عليكم. يلا السلام عليكم يا رجاله، نشوف شباب نشوفكم على خير ان شاء الله. وعليكم السلام.